الأولى: فيما يلي الميزانية العمومية لشركة الاستقلال كما هي في 31/12/2015. في عندي مصاريف التأسيس وأراضي وأبنية وأصول ثابتة مادية، هذه الأصول الثابتة. المخزون النازل، هذه أصول متداولة. عندي رأس المال والاحتياطيات نتيجة الدورة، هاي رسمي الخاصة. عندي المعونات المباشرة تختار. عندي الاقتراض ونازل، هذا التزامات. الاقتراض طويل الأجل، والموردون النازل، هذه التزامات قصيرة الأجل. ولإعداد الميزانية المالية للشركة حصلت على المعلومات التالية: الأراضي مختلفة قيمتها، والأبنية مختلفة قيمتها، والمخزون مختلفة قيمته، وسندات التوظيف والأصول الأخرى لا. طيب خلينا نبلش. جبنا عناصر الميزانية المالية، عملنا لهم عمود. عناصر الموجودات، عفوا، عناصر الميزانية المحاسبية عملنا لهم عمود سميناه الموجودات. جبنا القيمة الصافية مثل ما هي حطيناها. وقفنا عند مصاريف التأسيس، جبنا قيمتها الصافية اللي هي 150 ألف حطيناها، وقلنا هي ما بتنتمي لأي مجموعة من مجموعات الميزانية المالية، فلذلك هحط قيمتها بالكامل بفروق التقدير. جينا على الأراضي، حطينا قيمتها الصافي، سألنا قديش قيمتها اليوم الجاري. قال لي هو ذاكرها بالمعطيات انه قال لي قيمتها الجاري 11 مليون. حطيت 11 مليون بالاصول الثابته، ورحت على الفروق، قديش 11 ناقص 9 يساوي زائد 2. جينا على الابنيه، قلنا حطينا قيمتها الصافية بالميزانية اللي هي 5 مليون و40 ألف. سألت قد إيه بتسوى اليوم؟ قالوا لي بتسوى اليوم 6 مليون و930. حطيت بالأصول الثابتة 6 مليون و930، وقفت على فروق التقدير، قلت الفروق يساوي 6 مليون و930 ناقص 5 مليون و40. الأصول الثابتة المادية الأخرى، حطيت قيمتها الدفترية الصافي اللي هي 1 مليون و900 ألف. ما جايب لي سيرتها، يعني بتنحط بقيمة الدفترية الصافي بالأصول الثابتة اللي هي 1 مليون و900 ألف، وما في فروق تقدير. ماشي، بصير توان، يعني أنا عم بيقول لي هون إنه الأشياء اللي بتختلف ما ذكرها: الأراضي، الأبنية، وبعدين راح على البضاعة، يعني ترك الأصول الثابتة المادية الأخرى. طيب هيك خلصنا أصول ثابتة. الأراضي والأبنية والأصول الثابتة المادية الأخرى ما لهم محل يعدوا إلا هون، إلا ضمن الأصول الثابتة. مصاريف التأسيس ما لها محل تقعد إلا هون مع فروق التقدير. بلشنا هو مخزون البضاعة. مخزون البضاعة قال إنه هو بيسوى 4 مليون و600 ألف، وتحت ما ذاكره شيء، ما ذاكره، ما جايب سيرته أبداً. يعني بس اللي بدي أعمله إنه بدي أوقف على قيم التشغيل، حط القيمة الجارية لمخزون البضاعة اللي هي 4 مليون و600 ألف، وأوقف على الفروق، أطرح 4 مليون و600 ألف ناقص 4 مليون و50 ألف يساوي 550 ألف زائد 550. هون ما جايب سيرة مخزون البضاعة إلا بإعادة التقدير. ولو كان ما جايب سيرته بالمرة، كان مخزون البضاعة هيدي 4 مليون و50 كانت قعدت هون بقيم التشغيل. الزبائن عم بيقول لي انه الزبائن فيهم 150 ألف بشباط 2017، ونحن هلا ايمتى؟ نحن باخر 2015، يعني بعد اكثر من سنة. بما انه بعد اكثر من سنة، المبلغ اللي بيستحق بعد اكثر من سنة هحطه الأصول الثابتة، والمبلغ الباقي هحطه بالقيم القابلة للتحقق. المكان الطبيعي لديون الزبائن هو بالقيم القابلة للتحقق، ماذا وإلا في أشياء أطول من سنة بنحطها بالأصول الثابتة. الأوراق القبض، شو أي اللي عن أوراق القبض؟ أي اللي تحتوي على كمبيالات 20 ألف عام 2017، يعني هول بدي أحطهم بالأصول الثابتة، وعلى كمبيالات 180 ألف قابلة للخصم، هون بدي أحطهم بقيم جاهزة. والباقي من شو؟ من 420 ألف بدي أحطهم وين؟ المكان الطبيعي لأوراق القبض اللي هي القيم القابلة للتحقق.
ده كان 420، 20 اللي هي بعد أطول من سنة حطيتها أصول ثابتة، 180 اللي هي قابلة للخصم حطيتها قيم جاهزة، والباقي حطيته قيم قابلة للتحقق من دون فروق تقدير، لأنه هون ما عملنا تقدير، أخذنا هون جزأنا هال 420 ألف على 3 أعمدة بس ما زدنا عليها شيء. هلا سندات التوظيف قال لي فوق إنه سندات التوظيف قيمتها مختلفة عن قيمتها الدفترية، قال لي 2,010,000 تسوى، هي قيمتها الدفترية 1,800,000. فحطيت، وهون جايب لي سيرتها تحت مرة تانية، قال لي في منها المليونين وعشرة آلاف في منها 1,090,000 مسعرة في البورصة ولها سوق بيعية حاضرة ولا تتقلبات ولا تتعرض لتقلبات خطيرة في سعرها. يعني هال1,090,000 بدها تقعد مع القيم الجاهزة، والباقي من مين؟ من المليونين وعشرة آلاف بدهم يقعدوا بالقيم القابلة للتحقق. المكان الطبيعي لإسعادات التوظيف هو القيم القابلة للتحقق، إلا إذا كانت محتوية على المواصفات هذه اللي هي إنه مسعرة في البورصة ولها سوق بيعية حاضرة. حطينا القيمة الدفترية الصافية 1,800,000، حطينا 1,090,000 اللي هن جاهزة حطيناهم بالقيم ال شو اسمه، الباقي من 1,010,000 حطيتهم بالقيم القابلة للتحقق. وهون قلت مجموع هول اثنين اللي هو 1,010,000 ناقص 1,800,000 هول فروق تقدير. نزلت على النقدية، النقدية مثل ما هي حطيتها بالقيم الجاهزة. نزلت على الآباء المحتسبة مسبقا، إذا ما جايب لي سيرة الآباء المحتسبة مسبقا هحطها بالقيم القابلة للتحقق. خلينا نشوف إذا جايب سيرتها. عم بيقول تمثل الآباء المحتسبة مسبقا مصاريف مدفوعة مقدما عام 2016، يعني مصاريف مدفوعة مقدما عن السنة الجاي. لما تكون هي مصاريف مدفوعة مقدما عن السنة الجاي يعني قيم قابلة للتحقق. خلصنا الأصول، جمعناهم، طلع هون 20، هون 4,600,000، هون 2,200,000، هون 1,700,000، مجموع هون الـ4 أعمدة 28,500,000. إذا طرحت من 28,500,000 الفروق اللي هون 4,500,000 بيطلع 24,000,000 اللي هو هيك ضروري هيك يكون. جينا للجزء الثاني اللي هو جدول الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية الخصوم. برضو حطيت المطلوبات كلها سوا بكل قيمتها، وحطيت قيمتها هون مثل ما قلنا مرارا إنه ما هحتار أي قيمة لأنه ما في غير قيمة واحدة. حطيت القيم هون، بلشنا برأس المال، قيمته بالميزانية المحاسبية 9، حطيت بالرسامين الخاصة 9 من دون ما أسأل عن شيء. جيت على احتياطيات، قيمته بالميزانية المحاسبية 4، حطيت بالرسامين الخاصة 4 من دون ما أسأل عن شيء. جيت على نتيجة الدورة، قيمته بالميزانية المحاسبية 1,500,000، بدي أسأل عن شيء. هون بدي أسأل، سألت قلت لهم يا جماعة قديش ناويين توزعوا أرباح؟ قالوا لي تنوي الشركة توزيع 2,000,000 من أرباحها. يعني فجيت وقفت هون قلت هال1,500,000 في 2,000,000 هحطهم التزامات قصيرة الأجل، 500,000 هحطها رسمي الخاص. جيت على المعونات لمواجهة أخطار، سألت 3 أسئلة، قلت هل في معونات تبين أنه ليس لها مبرر؟ قال إيه، في 200,000 هذه حطيتهم رسمي الخاصة. سألت هل في معونات أطول من سنة؟ قال إيه، في 750,000 تستحق بعام 2018، هو اللي حطيتهم التزامات لأطول من سنة، والباقي طبعا حيكون لأقصر من سنة، فحطيتهم اللي هن 250، حطيتهم بالالتزامات لأقصر من سنة. هذا اللي عملته بالنسبة للمعونات. جيت على الاقتراض 4,200,000، الاقتراض طويل الأجل، بس سألت هل الـ4,200,000 تحتوي على جزء قصير الأجل؟ قالوا لي الآتي، يحتوي على قرض 700,000 يستحق في شهر نيسان 2016، يعني إذا بأول نيسان بيكون بيني وبينه بس 3 شهور، إذا بآخره بيكونوا 4. طيب
بآخره ولا بأوله؟ ما هتفرق معايا بالنسبة للشيء. اسمه هحطهم هو لي أكثر من سنة، 700,000، والباقي من 4,200,000 هحطهم بالتوقيت الأجل، الالتزامات لي أطول من سنة. الموردون، القيمة بميزانية محاسبية 1,350,000. سألت هسأل نفس السؤال لحتى ما أطلع وأنزل مرتين. بالنسبة للموردون، بالنسبة لأوراق الدفع، هل تحتوي على ذمم تستحق بعد فترة أطول من سنة؟ بالنسبة للموردون قالوا لي في بقلبهم 200 بشهر آذار 2017، 2017 ونحن هلأ بالميزانية بآخر 2015، يعني بعد أطول من سنة. بالنسبة لأوراق الدفع قالوا لي في كمبيالي ب50 بشهر أيار 2017، يعني كمان برضو هيدي أطول من سنة. فجيت وقفت على الموردون، حطيت مبلغ الميزانية، وحطيت اللي بعد أطول من سنة حطيته بعمود الالتزامات طويلة الأجل، الباقي حطيته بالقصير. هذا عم نحكي عن مين؟ لا، هذا عم نحكي عن أوراق الدفع. الموردون 1,350,000، 200,000 حطيتها بالالتزامات اللي أطول من سنة، والباقي حطيتها بالالتزامات اللي أقصر من سنة. الأوراق الدفع 450,000، 50 حطيتها بالطويلة و400 حطيتها بالقصيرة. ذمم الضمان والدولي حطيتهم بالمكان الطبيعي لهم بدون ما أسأل عن شيء، 720,000. إيرادات محتسبة مسبقا، محتمل ما يكون جايب سيرته، بس جايب سيرته هو أي اللي محصلة مقدمة عن عام 2016، فحطيتها بالتزامات قصيرة الأجل، التزامات لأقصر من سنة. جمعتهم، طلع مجموع مش قد المجموع اللي هون، فتذكرت إنه هذا الشيء بده يخليني أزيد فروق التقدير، فجبت فروق التقدير اللي هون وزدت على الرسامي الخاصة وجمعتهم، صار مجموع 28,500,000 قد المجموع اللي هون. هذول جدولا الانتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية. هاي دورة 2000، العام الجامعي 2015-2016.